يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا نوى إنسان الصيام من الليل صيام النافلة ثم استيقظ بعد طلوع الفجر فشرب ظانا أنه ما زال في الليل لأن مؤذن المسجد لم يؤذن للفجر ذاك اليوم، فهل يتم صيامه؟ لا، ما دام شرب متعمدا بعد الفجر صيامه غير صحيح، لأنه يعني متعمد للشرب، ولا ينفع كونه يظن أنه ما طلع الفجر. العبرة بالواقع، العبرة بالواقع، وهذا شرب بعد طلوع الفجر متعمدا للشرب ما هو بناسب. نعم.